انطلقت اليوم بالمجلس الشعبي الوطني فعاليات والاحتفال باليوم العالمي للمرأة تحت شعار حيث توجد المرأة يوجد المجتمع، وهذا بحضور رئيس المجلس إبراهيم بوغالي ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزيرة البيئة وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان إلى جانب مجموعة من النساء ممثلات للمجتمع المدني. إبراهيم بوغالي وبالمناسبة أكد على الدور الذي تلعبه المرأة الجزائرية وإسهاماتها في الدفع بعجلة التنمية وانخراطها في مسعى البناء والتعمير. هاي المرأة الجزائرية اليوم على طريق الأمهات والجدات الماجدات تنخرط في مسعى البناء والتعمير بكل وعي وإدراك في جزائر جديدة تطمح إلى وثبة عملاقة بفضل ما تحقق وما يتحقق في طريق البناء الحضاري والديمقراطي والذي تعهد به السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية منذ أن تولى رئاسة البلاد، وهو الذي أولى للمرأة المكانة التي تستحقها لتكون بجانب أخيها الرجل بفضل ما تملكه من فكر وصبر واقتدار، وقد أثبتت أنها أهل لذلك وقادرة على أن تكون الحجر الأساس في بناء الجزائر الجديدة التي نصبو إليها جميعا. محطة متجددة لإثراء إنجازات سليلات مجاهدات وشهيدات خلدهن التاريخ قدوة للحاضر والمستقبل لبنات وطني، تجددن عهد البناء والتشييد بموجب مكتسبات جسدها التعديل الدستوري الأخير لنوفمبر 2020